أحبائي يسعد لي صباحكم صباح الورد، أتمنى تسمعوا هذا الأوديو في أوقات سعيدة. بونجور تو الموند، جود مورنين أو أزول أتو ميزامي. أوديو اليوم عملته، قررت نسجله شخصية جميلة الآن هي في حالة أحسن، تحاول أن تخرج يعني من مأساتها الاجتماعية، ولكن هي عطت لي بروتوتيب لشخصية كنت حابة نكلمكم عليها حتى تتفادى والتعامل معها. يعني إذا وقعتوا أو إذا طريقكم صادفت شخصية مثل هذه، فهذا الأوديو راح يوفر لكم الكثير من الوقت والكثير من الجهد والكثير من الـ up and down والمشاعر المبعثرة والعواطف السامة اللي ممكن تجيكم من شخص مثل هذا. فرحة هي سيدة صغيرة في السن، تبلغ الآن من العمر 33 سنة، ولكن هي عاشت 17 سنة مع شخص معقد نفسي. البروتوتيب هذا مش كل الناس يعرفوه، وحتى إذا تكلمتوا مع ممكن مختصين نفسيين ما يقدروش يحددوه. لماذا؟ لأنه لا يدخل في الأمراض المصنفة، ما يدخلش في الأمراض النفسية المصنفة عالميا، ولكن هو عقدة نفسية يعاني منها. لو نعمل لنا نسبة نقدر نقولكم أنه 30% من البشر يعانوا منها، يعانوا ولكن هم في الحقيقة عايشين بثوب الجلاد مش بثوب الضحية. هاد الناس هذه تعيش بإحباط الآخرين، هم مش كوين أور كينج أوف دراما، يعني هم مش ناس دراميين، يعني ناس يقدروا يعيشوا الفرح ويعيشوا السعادة ولكن حاطين أنفسهم في إطار معين لا يخرجون منه ولا يتغيرون. هم ناس يعيشوا كما قلت الآن في إحباط الآخر، يتم ذلك من خلال من عش كيسموها بالعربية، ولكن هو تلقين عقلي يقوم به الشخص لكل من يحيط به. هذا الناس أهم صفة فيهم هي الانتهازية، أنهم وصوليون وانتهازيون في العمل. نبدأ قبل ما ندخل في إطار علاقتهم الشخصية، نبدأ في العمل. في العمل هم في الغالب قد يعيدون مثلا أشخاص ما عندهمش كرياتيفيتي، ما عندهمش إبداع في العمل، يعني هم ناس منتظمين في العمل، جديين، يعملوا يعني بيرسيفيرونس وكل شيء، ولكن هم ناس يعتمدوا على الإبداع عند الآخرين. فنوجده مثلا يقدر يوعد شخص معه في العمل بمنصب ما حتى يعطيه بروجكت أو حتى يعطيه فكرة معينة، وبعدين ينسب الفكرة هو لنفسه أو البروجكت هذا المشروع هذا ينسبه لروحه هو، ويطلع الآخر من دون ولا شيء، يعني من دون أي يعني لا يظهره أبدا في الصورة. في العمل كذلك يعتمدوا على ما يسمى بتضخيم الأنا، يعني دايما يعملوا انديكسيون، تلقين عقلي لزملائهم. أنا لما اشتغلت في الشركة الفلانية قمت بكذا وكذا وكذا وكذا، أنا لما عملت كذا، هو كل شيء فيك، كل شيء على يعني ظهور الآخرين، كل النجاحات اللي حققها في الغالب هذا الشخص هذا كلها فيك. لما نقول فيك يعني ما جيش من عنده هو، مش هو مصدر الإبداع في النجاح الذي يتحدث عنه، وإنما استخدم أذرع أو عقول أخرى للوصول إلى ما يريد إليه، ثم ينسب إليه هذا النجاح. ولما يجي المكان جديد، يشتغل في مكان جديد، يعتمد على السمعة التي يعني ورثها أو السمعة التي حققها في أماكن أخرى من خلال التلقين العقلي كذلك كان يقوم به في المكان القديم، وجهود الآخرين التي استثمرها في الخفاء. وهم يستثمروا الناس في الخفاء، يعني ياخذوا أجمل شيء من الإنسان ويرموه في كل شيء، حتى على المستوى الطاقي، على المستوى العلائقي. لما يعرفوا إنسان قد يعيدونه بالكثير من الوعود الزائفة
يعني مش صحيحة، يعيدك بكذا وكذا وكذا، ولكن في الحقيقة هو ما يقدرش لازم يعمل ولا شيء من كل الوعود اللي وعدك إياها. ولكن ما الهدف من هذه الوعود؟ الهدف من هذه الوعود هو إطالة مدة العلاقة أو إبقاؤك إلى جانبه حتى لا تكتشفين الوجه الحقيقي له. ما نقدرش نصنفه كنرجسي، هذا الشخص مش هو مش نرجسي، هو شخص يقدر يحب، ولكن الحب اللي يحبه هو حب ملكية بحت، بمعنى أنه يتملك الآخر عن طريق تلقينه الكثير من المعاني والكثير من السلوكات. أول شيء مثلا هو دائما يجمل صورته، فتجدوه مثلا يقول لك أنا وسيم، أنا كانت السيدات تتهافت أو تجري من ورائي وتجري من ورائي هذه ترجمة من الجزائرية، ترجمة بحتة من الجزائرية. كانت السيدات تتهافت علي بسبب وسامتي، لكن أنت لو تبقاي هيدا بذهن صافي وتفكرين فيه، في جسمه ووجهه، سترين أنه أقل وسامة من كل الناس التي تحيط بك. يعني تجدي فيه الكثير من المعايب الفيزيائية اللي هو يصورها لك على أنها محاسن فيزيائية. نفس الشيء بالنسبة لعقله، تجديه دائما يقول لك أنا قوي وأنا كذا وأنا فكري منطقي وأنا وجدت الحل لأصعب مشكلة لأصعب مشكلة في العالم كانت تؤرق عقول العلماء، أنا وجدت لها الحل. دائما عنده تضخيم هذا الأنا أو تضخيم الإيجو حتى ينال القبول، لأنه هو أصلا عايش بمركب نقص ويعرف أنه مختل نفسي ويعرف أنه مش صحيح من الداخل، فيعتمد على الخارج. يعني بما أنه البنية النفسية أو الستركتور الغشاء النفسي عنده ممزق ومهلهل مهلهل المهلهل، فهو يعتمد على تنظيف الخارج، تنظيف الرؤية، تنظيف الصورة التي يأخذها عليه الناس. كما قلت لكم هذا البروتوتيب، أو أنا نسميه الديسيبتيف بروتوتيب، يعني أي شخص يدخل معاه في علاقة يأخذ منه طاقة، يأخذ منه جهد، يأخذ منه وقت ويحطمه ويتركه. قد يتركه هو وقد يتركه الشخص الآخر بعد أن يستنفذ معه جميع الحلول ويشوف أنه شخص زائف أو أنه شخص فيك أو أنه ما يحبوش أو أنه أو أنه أو أنه. مهما كانت الطريقة أو الزاوية الجديدة التي رأيت بها هذا الشخص، رح تكتشفي في نهاية المطاف، أو رح تكتشف أنت كرجل في نهاية المطاف، أن هذه السيدة مزيفة، وأن كل الكلام الذي كانت تقوله كلاما مزيفا لا يمت إلى الواقع أو إلى الحقيقة بسرعة. هاد الناس هادو ما يعيشوش بطاقتهم، هم مصاصين طاقة بامتياز، يعيشوا دائما كما قلت لكم على نجاحات الآخرين، يعيشوا على طاقة الآخرين. فرحة للأسف شديد بنتي الجميلة، أتمنى أنك توقفي على رجليك. وقعت مع شخص مثل هذا، يعني زوجت به وهي صغيرة عندها 17 سنة، فما كانش تعرف الدنيا مليح، ولكن لحسن الحظ أنه خلاها تكمل دراستها. ففرحة للأسف شديد ما لم تشتغل بالشهادة اللي عملتها، وقررت أنها تربي أولادها في سلام وتعيش مع هذا الرجل الزائف. في نهاية المطاف بعد ما امتص طاقتها ومحى شخصيتها ورجعها مجرد يعني شخص حزين ومكتئب، قررت فرحة أنها تشوف ما هي الظواهر هذه تعاني منها. ومن حسن الحظ أنها صادفت كثير من القنوات اللي يتكلموا على النرجسي، فبدأت تشك أنه نرجسي، لكن شعرت بأن هناك بعض المواصفات التي لا تنطبق عليه. من بين القنوات اللي سمعتهم، سمعت فرحة أوديوهاتي الخاصة مثلا بالحب من طرف واحد، وكل هذه الأوديوهات هذه جعلتها تستفيق. الشيء اللي حصل الفرحة، وهو شيء جميل،
أنه عينها الثالثة تفعلت. فبالللأسف للأسف للأسف لأن هذا قادها إلى مشكلة مع زوجها الشبيه بالنرجسي. ولكن الحقيقة هو أنه الشيء اللي حصل لك هي أمور قدرية جعلتك ببساطة تكتشفين الحقيقة، لأن الحقيقة للأسف دائما مرأة دائما لا تتفق أو لا تتناسب مع حاجياتنا أو مع ما نريده. الحقيقة دائما حين تتصادم مع الواقع، حين تتصادم مع النفس ترفض. ففرحة في بداية الأمر رفضت أنها تعترف بهذه الحقيقة، رغم أن زوجها في الكثير من المرات لما حكيت له أنها كانت تشوف بعض الكائنات الميتافيزيقية كان يوصفها بالجنون وقالها أنك أنت أصبحت مجنونة. هذا الشخص انتهز فرصة غيابها لما راحت تزور أهلها وتزوج بامرأة أخرى صغيرة في السن، وحرم فرحة من أولادها، بمعنى أنه ضع لها ملف مفاده أنها لا تريد أن ترى طبيب نفسي، وأنها تعاني، وأنها تريد قتل أولادها، و و و وكل هذا الكلام فيك مزيف مش صحيح. فاليوم فرحة استنجدت بي حتى تعرف ماذا يمكن أن تعمل. وأكيد الحل في هذه الحالة أكيد اللي نصحتها بها أنها تشوف طبيب نفسي حتى يعطيها شهادة أهلية من أنها سليمة عقليا وليست مصابة بأي خلل نفسي حتى تستعيد أولادها. ولحسن الحظ كذلك أنها عندها سلاح، سوري صوتي راح، أنها عندها سلاح تقدر تستخدمه، تقدر تشتغل يعني وتأسس دار أو تأسس عائلة جديدة بعيدا عن هذا الرجل. هذا الرجل في الكثير من أشباهه سواء رجال أو نساء، هم ناس والله لا ناس، هم مش ناس صح، بعيدين كل البعد عن الإنسانية. هم ناس انتهازيين يأخذون الجمال والطاقة والإيجابية من أي شخص يلتقون به في كل علاقاتهم. رح توجدوا أن الأشخاص اللي دخلوا معهم في علاقة هم اللي تركوهم، بدل ما يفكروا لماذا تركت من طرف الكثير مثلا كرجل، لماذا تركت من طرف الكثير من النساء، هل الخلل فيه؟ لا، هو يرد الخلل في النسوة التي عرفهن. يقول أن النساء اللواتي عرفتهن لم يحبنني أو يعني ما حبونيش بصورة لازمة أو بصورة كافية، ولكن الحقيقة أن الخلل فيه هو الذي يعيش على الكذب وعلى الخداع وعلى المراوغة وعلى التلقين العقلي وعلى كل الألعاب النفسية السوداء اللي حكيت لكم عليها في أوديو كوميديا السوداء. فبمجرد ما تلتقيوا بشخص كما احنا نقوله بالجزائرية يشكر نفسه ويحاول أن يعطيكم صورة معينة عنه، تساءلوا لماذا يرغب هذا الرجل أو لماذا ترغب هذه المرأة في تصوير نفسها بصورة معينة. أنا أراها، فيكفي أن أراها بعيني أنا بالطريقة التي تناسبني أنا. لماذا تريد أن تعمل لي تلقين عقلي؟ لازم تتساءلوا هذا السؤال. من خلف هذا السؤال تقف الإجابة، هو أن هذا الشخص يريد أن يجمل نفسه في عينيك حتى يستفيد منك. الاستفادة هنا هي مش استفادة مادية، لاحظوا، هي مش استفادة مادية، استفادة معنوية. يريد أن يسرق طاقتك الجميلة، يريد أن يبقى معك لأنك شخص جميل وهو شخص سيء، وهو يعرف أنه سيء، هو يعرف أنه لا يطاق، هو يعرف أنه كريه، وأنه أي شخص تعرف عليه رح يتركه. فحتى يطول المدة قبل الهجر هذا والترك يبقى يجمل نفسه في هذه الفترة. تحياتي لكم، وأتمنى الأوديو يفيد البعض منكم. منحبكمش تضيعوا وقتكم ولا جهدكم على أشخاص ما يستحقوش ولا ثانية من وقتكم الثمين. وقتكم خليوه لأنفسكم، للناس اللي تحبوهم أنتو واللي يحبوكم كذلك بصدق. أما هذا الناس الزائفة فابعثوها إلى المزبلة، مزبلة التاريخ. تحياتي، سلامات.